سابق كان الدكتور جاسر الشاعر رئيس مجلس اداره نادي بور فؤاد قال لي انا لسه حتى الان ما جاليش شكل المسابقه في الموسم القادم، يا ترى الموسم القادم هنعمل ايه في القسم الثالث والموسم القادم هنعمل ايه في القسم الثاني. كان احد رؤساء الانديه اللي حضرت هذا الاجتماع ومعانا على الهاتف. دكتور جاسر اهلا بحضرتك معانا في دوري بلدنا. كابتن خالد لطيف الاعلامي الجميل اللي انا بسعد وبشرف دايما لما بسمع حضرتك في اي مداخله، وكل سنه وانت طيب الاول. كل سنه وحضرتك طيب وكل الانديه في القسم الثاني يا رب طيبه كده، وكل مدن القناه الجميله طيبه. حضرت حضرتك الاجتماع يا دكتور صح؟ الحمد لله. يعني طبعا كانت سبحان الله، يعني كانت عندنا البطوله الاولى للجمهوريه للكره الشاطئيه اللي اقامتها منطقه بورسعيد لكره القدم، وبستغل هذه فرصه بقدم الشكر كله للاستاذ محمد ياسين رئيس المنطقه طبعاً على تنظيمه لهذه البطوله الرائعه. ودي سابقة محمد من الشخصيات الجميله النشيطه قوي قوي اللي قوي بتعمل مجهود كبير جدا جدا، رئيس منطقه بورسعيد لكره القدم. وفعلا يعني هذا الانسان اختيار الرجل المناسب في المكان فعلاً المناسب فعلاً. وهذه البطوله يمكن هتفرض شكل جديد جدا لممارسه كره القدم الشاطئيه بالذات على مش محافظه بورسعيد ولا على الجمهوريه، ده بالعكس على الرياضه على مستوى العالم، لان تعلم سعادتك ان هي دي من ضمن الالعاب الاولمبيه طبعاً. اللي ممكن تبقى يعني البدء والسبق لمحافظه بورسعيد كالعاده، ان هي بيبقى ليها السبق في كل المبادرات. يعني طمني بقى ايه اللي حصل في الاجتماع؟ على هامش البطوله دي كان طبعا شرفنا بوجود مجلس اداره الاتحاد الكره المصري برئاسه الاستاذ جمال علام، فطبعا كان في هناك دعوه كريمه برضو من الكابتن محمد ياسين على اساس انه يقعد مع الانديه بتاعت القسم الثاني والثالث. فطبعا شاءت الظروف والاقدار ان احنا قعدنا واستغليت هذه الفرصه لعرض، مش عايز اقول بعض المشاكل بالعكس، وكان التركيز يمكن حضرتك ذكرتها دلوقتي في المقدمه الجميله بتاعت حضرتك، ان لما في المداخله السابقه مع سعادتك انا قلت لحضرتك ان حتى تاريخه كابتن خالد صح. لم يتم تحديد الصوره النهائيه للمسابقه العام القادم صح. حضرتك قلت الكلام ده على ضمانتي، انا 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 متفق معاك ان بيبقى فيه بعض الاخبار بتبقى متداوله وبيبقى فيها جزء او شبه رسمي. فانا حتى استشهدت بكلام حضرتك في اللقاء مع الاستاذ جمال علام ومجلس اداره الاتحاد، ولما قلت له حتى على الكلام ده فقال لي حتى تاريخه لم يصدر النظام بتاع المسابقه العام القادم. فقلت بقى لما استغل هذه الفرصه واعرض عليه التصور او مش التصور او التظلم اللي احنا هنقع تحت تاثيره اذا تم تطبيق النظام اللي انا سمعت برضو رتوش النظام بتاع المسابقه، وهو انت عارف حضرتك ان من الفريق الاول لكره القدم عندي في الدرجه الثانيه الممتاز به، اي مباريات خارجيه كابتن خالد لما كان بتحصل بره محافظه بورسعيد كانت بتكلفني المباراه كاقامه وبدل تغذيه وانتقال والكلام ده كله في حدود من 30 ل 35 الف جنيه. فانا قلت له يا فندم يعني مراعاة التوزيع الجغرافي للأندية تمام. وبالذات أنا سمعت التصور اللي مخطوط على أساس إن الفكرة من حيث المبدأ إن هتضموا منطقة القناة مدن القناة الثلاثة بورسعيد وإسماعيلية والسويس ومضافا إليها محافظة شمال سيناء بالأندية اللي فيها ومحافظة جنوب سيناء بالأندية اللي فيها، ده فكرة رائعة، لكن ملهاش أي لازمة إنك تضيف لي عليها منطقة زي الشرقية بالأندية بتاعتها او منطقه زي دمياط بالانديه بتاعتها. يبقى انت قسمت التوزيع الجغرافي كده، دي من حيث المبدا. النقطه الثانيه اللي انا برضو عرضتها على مجلس الاتحاد، ان عارف حضرتك من ضمن الدروباكس او المضاعفات او المشاكل اللي حصلت بنتيجه هبوط الفريق الاول لكره القدم عندي من الدوري الممتاز به للدوري الدرجه الثالثه، القطاع الناشئين يا كابتن خالد. وانا بعتبر ان قطاع الناشئين ده من الاساسيات في تطوير كره القدم على مستوى مصر تمام. يعني اذا ما اهتمناش بقطاع الناشئين فعشان كده ما عادش في بقى الدوري المرتبط اللي هو الجمهوري لمرحلتين السنتين بتوع 2001 و2003 هيبقى يلعب في الدوري الممتاز تمام. بس انا سمعت ان في اللائحه بتاعت المسابقات ان في حاله عدم الهبوط بتاع الفرقه ممكن الاولاد الناشئين اقدم لهم انا طلب كنادي للاتحاد الكوره
وانا قدمت فعلا المذكره دي للاستاذ وليد العطار، وارجو من الله سبحانه وتعالى وبستغل هذه الفرصه برضه ان هو يتم الموافقه على اساس مشاركه الولاد بتوع قطاع الناشئين، عشان دول هيبقى بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا، وانا هفتقد مشاركتهم. ده النقطه الثانيه اللي أيوة لا انا عايز اعرف رد الاستاذ جمال ايه ومجلس اداره الاتحاد، يعني بمعنى بالنسبه إيه؟ للقسم الثالث هيبقى شكله ايه؟ او هيتم الصعود زي ازاي؟ ما تقلش اي رد، لان لم يتم، ده هو قال قولا واحدا لم يتم حتى الان اصدار اي شكل اساسي ورسمي للمسابقه العامه بلا شك، انما اكيد حاطط هو سيناريوهات. ما تقلش اي حاجه خالص، بس هيتاخد بعين الاعتبار الطلب اللي انا طلبته كنادي بورفؤاد، ده كان طلب مني انا شخصيا. اما باقي الزملاء في الانديه الثانيه برضو كان يمكن كان هناك شبه اتفاق كده ما بيننا بدون سابق اتفاق، على اساس ان برضو نفس الكلام كنا ماشيين كلنا بنفس الاتجاه تقليلا للنفقات وكده، يبقى اللي هيستمر يعني الانديه الشعبيه دي هتبقى في تعرض ل خطر جامد يا دكتور. يعني انا دلوقتي القسم الثالث المفروض على حسب ما انا عرفت ان مثلا 12 فريق في المجموعه، صح؟ ايوه ايوه. حضرتك قلت انت اقترحت ان يبقى مدن القناه ثلاثه، صح؟ السويس، بورسعيد، وشمال سينا، وشمال سينا صح، وجنوب سينا، وجنوب سينا. افرض ما كملوش 12، لا هو كده كملوا 12، لا هم كده كملوا 12، هو مضاف انديه الشرقيه وصلهم ل 17، يعني الشرقيه لوحدها فيها خمس فرق تقريبا. ما خلي بالك على حسب ما انا سمعت 8 مجموعات، كل مجموعة 16 فريق، صح؟ فتمانية في ما انا بقول لحضرتك كل ده كلام، وانا قلت لحضرتك ساعتها كل ده كلام ليه؟ لان انا انت عارف بعد ما صعد الفريق عندي للدوري الدرجة الثانية مجموعات الواتساب كانت كتيرة جدا، وكلنا داخلين في اكثر من مجموعة، والحوارات وداخل فيها ناس من اعضاء من مجلس اداره الاتحاد، عشان كده بقول لحضرتك لغايه قبل مقابله مجلس اداره الاتحاد الكوره لم يتم فعلا اصدار انا مش متفق مع حضرتك في ده مليون في الميه خالص. انا متفق مع حضرتك ان ما طلعش قرار بلا شك، انما معلوماتي ان يعني ما هم 122، ما هم مش هيقل او هيزيدوا، هم 122 نادي او 122 فريق، هتقسمهم على كم مجموعه؟ اكيد 8 مجموعات، يا اما 12 مجموعه، او عدد يسمح ان انت تقسم عليه اللي هو ال 122 فريق. ايوه اللي انا برضو بقوله ان انت في الاخر هيصعد كام من القسم الثالث للقسم الثاني ايا كان الشكل ايه؟ لم يذكر. فاهم قصدي ايه يا دكتور؟ يعني في اساسيات وفي فرعيات، مش هيقدر يحيد عنها بالظبط. هل هيزود الثلاثة اللي هيصعدوا من القسم الثاني من القسم الثالث للقسم الثاني؟ الرد اللي اتقال يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا برضو اقترحتها، يعني حته دوري الترقي اللي هيتعمل ده، يعني برضو خد بال حضرتك ان دوري الترقي ده مشكله لوحده، ان هتزود هتطول المده، يعني النهارده سايب وهتزود الماتشات وهتزود المصاريف يعني لسه امبارح انا كنت عامل اجتماع للجنه التعاقدات عندي في النادي يا كابتن خالد، ومن ضمن الحاجات اللي قلت لهم خدوا بالكم وحطها ان بي كده ملحوظه لازم نهتم بيها كلنا، لو طبق الاتحاد النظام الجديد بتاع العام القادم ان هي على اساس فيه هيبقى دوري اخر منفصل بذاته، صح، له مصاريفه وله ايامه وله طبعا. خدوا بالكم ان اللعيبه اللي عندنا موسم التعاقد بتاعهم هينتهي، ولازم عندنا الاستعداد بقى نزود التعاقد. طيب ما يعني طب قال لك امتى هيطلع القرار او هيبان الشكل؟ خلال الاسبوع ده، خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. خلاص احنا مستنيين ندعو كده قبل العيد طبعاً. ربنا يصلح حاله ان شاء الله يا رب، وربنا يعني يولي من يصلح، وربنا طبعاً. يعني لان القصه برضو مرتبطه بايه، يعني معلش برضو شعبيه طبعا، فانديه شعبيه، وبعدين الانديه قاعده دلوقتي وانا هقولها يمكن لاول مره وحضرتك هتبقى متفق معايا تماما، اللي وقف مع واللي ايد اتحاد الكره المصري معلش يا فندم دوري الدرجه الثانيه طبعا والثالثه بلا شك بلا دوري شك. الدرجه الثانيه كابتن خالد اللي وقف وايد طبعا بلا شك. انا كنت عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وكان ليا الشرف دورتين متتاليتين الحمد لله، ثاني دوره باعلى الاصوات
يعني او تاني اعلى الاصوات، انديه القسم الثاني والثالث هي عصب كره القدم في مصر. اللي يقول لك كده يعني يعني ابسط حاجه، انا مش عايز اقول تكريم لينا، انا مش عايز اقول تكريم لينا، لا ده نوع من انواع النظر بعين الاعتبار، وهو زي ما احنا مش عايز اقول ايه، زي ما رعيناكم وقفنا جنبكم، ما بطلبش رد الجميل لا، بس بصوا للانديه دي وبالذات، وده مش مطلب صعب، لا نتمنى يا رب الخير يا رب يا رب. بشكرك يا دكتور، وبالتوفيق لنادي بور فؤاد ان شاء الله في المرحله القادمه، ومع تواصل مع حضرتك دائم ان شاء الله يا دكتور. الف شكر للدكتور جاسر الشاعر طبعا رئيس مجلس اداره نادي بور فؤاد.